هذه ما زالت لمستعات اليوفي. فلاوفيت، يا الله، اوهو هو، اوهو هو، الانتقام هو العدالة القاسية يا ساسولو. اليوفي لن ينسى ما حدث في مابي، وعليك أن تدفع الثمن كاملا الليلة. هذا ما يقوله فلاوفيتش، هذا ما يبدأ به فلاوفيتش، يسجل هدف قاتل، هدف قاتل، قاتل بمعنى الكلمة من فلاوفيتش. يا الله، شوف كيف كانت عيدة بسرعة، عيدة واستمتع فيها. شوف اللقطة كيف وصلت، كيف تحولت، كيف نظر من زاوية. أوهو هو، على تسديدة لا تصد ولا ترد، ولا يمكن أن يصدها أحد في هذه المباراة. يا سلام، فلاوفيتش يبدأ بالقدم اليسرى القاتلة التي سجلت أول أهداف المباراة، هل تسجل الثاني؟ فلاوفيتش، الله، لا 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 لا، قبل أن تبدأ الانطلاق عليك النظر خلفك يا إنتر، انتبه، اليوفي خلفك تماما. اليوفي يسجل الثاني، مستحيل يا فلاوفيتش، مستحيل، مستحيل ما فعل فلاوفيتش. انتبه، ليس اليوفي وحده خلفك يا إنتر، بل فلاوفيتش أيضا خلفكم تماما، يسجل هدف ثاني. الله الله، خذها خذها في المرمى، هدف قاتل قاتل، هاتها من الشبكة يا كونسيلي، هاتها 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 معاك، هاتها معاك، خلاص انتهى، انتهى الحوار هنا، انتهى تماما، لا يمكن ابعاده. فلاوفيتش، السيد كوريسي، ضغط ممتاز، هذه خطيرة، محاولة، فرصة تسديدة، كييزا، الله، انتظري يا أوروبا، ترقبي يا أوروبا، اليوفي قادم بقوة، اليوفي قادم، قادم يا إنتر بقوة، يسجلون هدف ثالث في هذه اللحظات عن طريق كييزا، عن طريق كييزا، يضع الكرة في المرمى، عودة حميدة يا كييزا، عودة جميلة يا كييزا، عودة تحتاج لأن تحتفل بهذه الطريقة، عودة يسجل من خلالها كييزا هدف في مرمى ساسولو، هدف لليوفي في هذه الأثناء. خطأ كبير من رواد ورفاقه، خطأ وصلت إلى كييزا بلمسة ساحرة، بهمسة، الكرة تعرف الطريق إلى الشباك، الكرة تعرف تماما بأنه هنا في آليانز وليس هناك في مابي، ليست هناك في مابي، بل إنها من أقدام كييزا إلى الشباك مباشرة. اليوفي يرسم